اليوم يا جماعة عندنا جاهد قريبنا وحبيبنا. وين ما صورنا معاه صحيح؟ وينه؟ أحمد راح روح. عريس لا يا العريس راح يا جماعة. المهم فاليوم كنا في جاهد حبيبنا أحمد حواش مع الشباب الطيبة. شباب أوكي ما حول شباب عقبالكم 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 عقبالك عقبالك ان شاء الله شهرين ثلاث نفرح فيه. ندخل بالشتاء. لا مين حكى؟ نبدا المخيم نفرح المخيم. يلا متى دوره؟ جئنا نطلبه لسه. متى؟ لسه. احل النكاح وحرم السفاح. الحمد لله القائل وفي آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. المعلم المربي القائل إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.